إذن مشاهدينا نذهب الآن إلى فقرة الاستضافة، وضيفتنا اليوم من ماليزيا الموهبة الفنية اليمنية ربا نصر. ربا مرحبا بك وأسعد الله مساك بكل خير، وشهرك كريم أيضا وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. خير ورمضان مبارك عليكم جميعا. علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الاستضافة الجميلة هذه الله يسلمك. طبعا ربا نتسأل عن ماليزيا، كيف أجواء رمضان عندكم وخصوصا مع الحظر القائم حاليا؟ مش عارف هل في حظر هذه الفترة في ماليزيا ولا لا؟ في حظر، والأجواء طبعا مش يعني مش زي اليمن نهائيا ولا زي تركيا أو تقدر تقول مصر، ما فيهاش هذاك الروحانية. يعني دائما الأماكن طبعا مقفلة سواء في حجر ولا لا، يعني ويقفلوا بدري، ما فيش هذاك الجو يعني. طيب ربا كم لك مغتربة ويعني وخارج اليمن سواء في ماليزيا أو في بلد آخر؟ أنا طبعا غادرت اليمن في 2015، جلست سنة في الأردن، عشت سنة في الأردن وبعدين انتقلنا لماليزيا، لحد الآن يعني 5 سنوات في اليمن. حلو. طيب احنا دخلنا بتفاصيل اخرى قبل ما نعرف الناس عن ربا نصر. من هي ربا نصر؟ عرفيهم. انا اسمي ربا نصر من عدن، عمري 20 سنة، احب الغناء، يعني موهبتي الغناء والموسيقى، الفن، التصميم، اي شيء له علاقة بالفن والثقافة والتراث. جميل. تخصص الدراسي ايش درستي بالضبط؟ انا لسه طبعا ما بداتش، انا من جماعه الباحثون عن المنح. جميل حلو. طيب ربا يعني سمعت لك يعني اغاني كثيره وبلغات متعدده، يعني ايش سر الاهتمام انك يعني رحتي مثلا تغني للفرنسيه والتركيه والإنجليزية وأيضا يعني رحت إلى ثقافات أخرى بينما لدينا أغاني كثيرة؟ يعني المفترض أنه في ناس كثيرين أو فنانين كثيرين ما زالوا يعني يغوصوا في قلب الأغاني العربية. صحيح. طبعا أنا عندي اهتمام بالثقافة التركية من فترة طويلة، يعني من وأنا صغيرة. نعم. وكان لي زيارة عدة لتركيا، فهذا الشيء حببني بالثقافة التركية وحببني بالأغاني التراثية التركية، بالذات التراثية يعني، والأغاني التركية بشكل عام. وإن شاء الله أنا عندي نية أسوي حاجة قريب تكون يعني عربي، أنا سويت فني عربي بس قصدي ميال أكثر للتراث اليمني. طيب جميل. إذا خلينا قبل ما نكمل بقية الحوار نذهب لمشاهدة بعض الأغاني التي أدتها ربا نصر. لا أعرف ماذا حضرت لنا المنتجة، هل هي أغاني عربية أم تركية؟ نشاهد الآن سويا. Ordunun dereleri aksa.
سلام عليك يا ربا. طبعا معنا خلف الكاميرات مصورين تراك مسلطنين على الآخر. ألف شكر لكم. الله يسلمك. طيب لو تشرحي لنا إيش فكرة هذه الأغنية؟ يعني تصوير عادي، مش كإنتاج كليب أو ما شابه، يعني في تركيا العمل تم تصويره، في ماليزيا، كيف بالضبط؟ العمل تم تصويره في ماليزيا. طبعا كان المفترض يعني المخطط له انه يتم تصويره بشكل عفوي جدا وكذا على الشارع، يعني بحضور ناس واشخاص ماليزيين. طبعا هو في ماليزيا كان فجأة. طبعا وجدنا هذاك اليوم قد احنا ناويين نصور، نبدأ نصور، التقينا برئيس وزير الأقاليم الفدرالية في ماليزيا، فاقترحنا على فكرة انه هو يحضر معنا في التصوير، وكان حاضر واستمتع جدا يعني بالأغنية، رغم انها مش يعني من تراثهم ولا لغتهم، لكنه استمتع يعني. حلو، بس العازف انت تعرفيه من قبل، لانه واضح انسجام غير طبيعي ما بين الفنان والعازف. صحيح. لا ما اعرفوش انا من قبل، لكن تعرفت عليه عبر اصدقاء مشتركين هنا. كان هو طبعا لا اقصد كان في بروفات سابقه ولا انه اغنيه تركيا في كل بلد يعني؟ لا قصدي انه في بروفات سابقه ولا انه كذا من اول مره وما شاء الله طلعتم بالعمل هذا. مش بروفات، لكن يعني كان في نوع من يعني الترتيب والتنسيق في البدايه ما بين الغناء والعزف، وبعدين طلعنا نغنيها في الشارع. حلو. طيب ربا، انت تجيد الغناء بالانجليزيه وبالفرنسيه وبالتركيه، الماليزي كيف، جربتي ولا لسه؟ الماليزي اعرف مقطع صغير من اغنيه تقريبا تبع سامي يوسف او ما ادري، بس ما اعرفش اللغه يعني، ما اعرفهاش كثير، فلذلك ما قدرتش اتعود على الاغاني. حلو. طيب يعني مسألة الغناء بالنسبة لك يا ربا، يعني هل لربا هدف انه يعني تسعى اليه ان تكون يوم من الايام فنانة معروفة شهيرة، ام انه موضوع الغناء هو موضوع ثانوي فقط، انه تاخذه فقط يعني من باب انه يعني كذا لما يكون لها مزاج راحت غنت اغنية اغنيتين وخلاص؟ لا بالعكس، يعني عندي ان شاء الله طموح مستقبليا انني اسوي اعمال، هذه طبعا بالنسبه لي تعتبر اعمال يعني لسه في البدايه بسيطه، بس عندي نيه ان شاء الله اسوي اغاني يمنيه، اغاني عربيه اكثر، واحترف في المجال هذا اكثر. جميل. طيب في كثير من الفنانين يعني عندما وبالذات البنات على وجه التحديد في مجتمعاتنا تحديدا، يعني عندما تقرر دخول مجال الفن والغناء تواجه الكثير من الصعوبات وعدم التعاون على مستوى الأسرة والمحيط، ما هو الوضع بالنسبة لربا؟ بالنسبة للأسرة بالعكس هم مشجعني يعني مقدمين للدعم، أما بالنسبة للمجتمع فهم يعني أنا برأيي أشوف أنه بدأ يتقبل هذه الأشياء أكثر، بالذات أنه في الفترة الأخيرة بدأوا يظهروا نماذج يعني نسائية أكثر في المجال الفني لليمن. جميل. طيب فيما يتعلق بالسوشيال ميديا ربا، يعني مرتبة أوضاعها مع هذا العالم بحيث أنها يعني لها قنوات أو قناة رسمية على يوتيوب، حسابات أيضا رسمية تبدأ بهم مشروعها الفني؟ عندي قناة في اليوتيوب لسه، بس ما قد بدأت أنشر فيها يعني، حاليا أشتغل أكثر شيء على الفيسبوك والإنستغرام، بالذات الفيسبوك. جميل. طيب ربا يعني كيف تجد نفسها مع الغناء اليمني والأغاني القديمة، سواء كانت العدنية أو من صنعانية أم الألوان الأخرى؟ طبعا بالنسبة لي أعتبرها أصعب من اللون التركي، لكن أشوف أن أنا أقدر أديها بشكل كويس يعني. نعم. طيب ما زالت ربا تشتغل في إطار التجديد فقط، يعني لا يوجد لها أعمال حصرية وخاصة بها، سواء قد أنتجت سابقا أم أنها
تسعى لإنتاجها في قادم الأيام؟ إن شاء الله في أعمال في الأيام القادمة، وأنا مخبية الأفضل للأخير إن شاء الله. جميل. طيب ربا، يعني لو تشاركينا بمقطوعة صغيرة لمشاهدينا في من يتابعونا حاليا، يعني لا أعرف ما هو اختيارك، هل تفضلين تقديم أغنية يمنية أم تركية أم فرنسية أم ماذا؟ طالما أنني دائما أغني بالتركي واللغات الثانية بسمعكم شيء يمني. يمني، جميل. عدني ولا صنعاني؟ أو عربي يعني. هي أغنية بلقيس رد قلبي. لبلقيس أحمد فتحي، جميل. طيب يلا نسمعها سوا، يعني نسمعها إحنا ومشاهدينا، يلا. من ديرتي خير ديرة، من البلاد السفيرة، في حضرموت المنيرة، للدان معنى ومغنى، على الغصون الخضيرة، للشعر قصة وسيرة، محضر جدد مسيرة، والكافل بوت غنى، ما في الحب راحة حتى حالي جراحة، هنا بالصراحة رد قلبي المساكين، الهوى هجر وبعاد طول ليلي زهاد، ما بغينا الهوى عاد رد قلبي المساكين. الله عليك يا ربا، طبعا أداء أكثر من رائع لهذه الأغنية، ولكن نتساءل هنا قبل الختام، يعني فيما يتعلق بالآلات الموسيقية، هل لديك هواية تجاه آلة من الآلات الموسيقية، أو تجيدين العزف بها سواء جيتار أم عود أم بيانو أو غيرها من الآلات؟ طبعا في 2014 سافرت تركيا عشان اشارك في مسابقه دوليه، وكان من ضمن الاشياء اللي يعني الفعاليات هناك انه كنا نعزف على الات يعني موسيقيه، بالذات خاصه يعني اله يسموها البالما بالتركي او الساز، فكانت تجربه فريده رغم انني مش محترفه فيها يعني، لكن كانت جدا جدا حلوه. جميل. طيب واتمنى يعني ان شاء الله انني اعزف على الجيتار والبيانو مع الايام ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق ربا، ولكن التساؤل الاخير، يعني ما هو اهم طموح او هدف امام ربا نصر يعني تسعى لتحقيقه في قادم الايام؟ في قادم الايام اتمنى انه يعني على الاقل اكون سويت شيء راضية عنه فنيا، وانه كمان بالذات في زمن الحروب هذه انه نعمل يعني ننشر رسالة السلام، وننشر رسالة الفن والمحبة يعني انا بالنسبة لي الموسيقى والفن شيء يألف بين الناس ويجمعهم.